واش السيد ميت هو كيقدد فيه؟ واش كاينه السيبه؟ واش يقول لك حنا انتما فين كنتوا؟ هذا المخزن فين كان ملي كان هو كيقدد فيه؟ ساعتين شوفي الفيديو شحال فيه تاع الوقت. الناس ما فكوش حشومه كاع عيب. الناس ما فكوش والله ما تعاطف معايا انا ونطيح النوب مع امو. ما عنديش المشكل ما فكوش امه تاع بنادم كتشوف فيه وكيقدد فيه. واش اخويا عمرك شي واحد ميت مات وقدتي درتي ليه؟ ما تخسرش ليه واش صافي اللي عطى الله عطاه قتلتيه وخليه خلينا ندفلوهم قاد. علاش خسرتي جبتي لي مسارنو بقى فيك الحال حتى احسن منك زين عليك ونقي عليه لا في اخلاقه ولا في كل شيء. هي تمتينا باش درنا ليك اخويا انت من اللي قتلتيه ابعد منه خلينا ندفنوه عادي بحال الناس. عرفتي اخويا علاش شرقات في راسه؟ عرفتي علاش شرقات في راسه؟ راه كل حل قدهك. انا ما نكذبش عليك كنقسم لك بالله كنت انا السيد باقي كيدور هنا الحي المعصب تاع الكابي الغالب الله. انا بعدا راه مشيت لمسرح الحدث لقيت خويا ميت. ملي لقيت خويا ميت طحت فوق منه وطاح لي الصباط ريدو على ظهري وضربني على ايديا بالجن ويطاكيت على وجهي كنجي له وجهي غيدير لي وجهي كامل طاكيت خيط مني الغرزه ضرب على الداخل وربعه برا. شوف رجليا كي دايره شتيها قددني ما نفعوني عرش ليا. جاب الله ديك الدريه اللي عندهم قهوه ضربته بجبانيه هنا لهاتو عليا على هادشي اخويا حنا في دوره الحق. غدا كيقول لك لا غنطبقوا الاجراءات ما طبقتي الاجراءات ملي كان كينجر فيه مالك ما جيتي؟ هذه دوله حق القانون والله ما نكذب عليك. الا سر هذا المغرب هذا كل واحد قال لك الله سبحانه وتعالى عينه بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. انا ما نكذبش عليك انا خوتي ما كانوش في هذيك اللحظه وهذيك اللحظه اللي دق عليا الراجل اللي قال لي خوك مفاتن اخويا ميت هذاك اللي دق عليا ما وصلش الميساج الصحيح حتى هو خاف على راسه قال لي خوك عام دابز معاه وراه خويا شباع موت قال لي خوك ميت وهذاك قاعد حداه. مش عمرك شي واحد قتل وقاعد حداه بحال هكا؟ راه ما تسرقتش ليا هذاك المنظر راه ما تسرقتش ليا راه ما هرب ما علق ما والو راه بقى قاعد حداه. راه بقى فيا الحاله على حاجه وحده على حقاش من اللي مات قدت ليه وجهه. علاش ما يخليش لي خويا زوين ونغسلو وندفنو بحال هكا؟ علاش قدت ليه وجهه؟ علاش؟ علاش دار لي تشويه الشته؟ علاش حيد لي ايدو من المعصم من هنا؟ ونفس الشيء كان غيوقع معايا حتى انا حتى انا كان غيقرض ليا المعصم ديالي. شوه مني مات السيد عرفتي طاح مات خرجت الروح شهدوا لي الدراري كتسخر منه واحد لي سباسي قد شنو هو كترجع كتهز يدك تلفوك وتشربو من هنا كتعاود تمشي تنهي وكترجع كتشربو من هنا كتعاود تمشي شربتيه من هنا. خسر لي وجهه واحد التخسيره ديال العديان التخسيره ديال العديان خسر لي وجهه. انا اخويا راجل وعاش راجل ومات راجل زوير والله ما ديال الصداع بالله وتنشد بها قدام الله طاح زوين اصاحبي زوين بزاف صغير وكبير ما تيخسر على الخواطر لا العيالات لا كلشي تيحب كلشي تيحب وراه مات زوير حنا الله يت الداخل ديالنا ميت لينا بالله باقي ما مطيقش ودينا ديجف هو اللي مات والامام هذا هو اللي جا شهد ضربوا الميدا مشاو لمحسين داك الامام ضربوا حسين هنا دو كيضربوا الشباكي كيضرب الحبيب كيضرب كلشي كيضرب قاعد يشرب جاو القهوتي الشهادة هادو من جوا هاجمين هادو كانوا ياسين جميع كيقلب عود ناشن هادو اللي هجموا الله يرحم كيشرب هذاك الشيء نقص ضربوا من هنايا ناض محسن زاد بالكاس ناض الشباك كيضرب البيرة ناض المسخوط ديال الحبيب هز الصندوق هز الجناوة ناض زوير شد لك محسن زوخو طيحو الارض حطاه نطي الحبيب نقصتي من اللور درتي لي ديك اللعيبه ديال هكو هك ما درتي لي هكو هك دار زوين جيت الكيلو جا فيه هنا على راسه ولا خطاه دار فيه محسن ما بغا شلطو يعني السيد ساله هادشي اللي وقع بيناتهم شحال خرج شحال في الكاميرا شحال في الكاميرا نشدوه